متوضئ حك يده او رجله وسهى حتى خرج الدم، هل يفسد الوضوء؟ لا يضر، هذه مسائل خلطة العقلية او كذا ظلمه او شيء اصبعه او زينه خرج الدم لا يضر الوضوء، انما خلاف الوضوء للدم الكثير اذا وقع هل يضر ما يضر، اما شيء يسير وعاب يسير جرح يسير في يده هذا ليس بخلاف لا يضر الوضوء ولا يضر.